موضوع تاني الحقيقة، وهو مسألة صناديق الاستثمار في الذهب. وقدم الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية تقرير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء النهاردة حول آخر مستجدات مسألة النشاط الخاص بصناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، وأنه الهيئة بتبحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وده صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري. الحقيقة هنا احنا بيجي في دماغنا أسئلة كتيرة، وبنبقى عايزين نفهم هو مسألة الاستثمار في الذهب دي هتفيدنا احنا ازاي كمواطنين، خصوصا وهي بتتم من خلال كيانات رسمية سواء كانت الحكومة أو الكيانات الخاصة. ايه الفوائد الاقتصادية اللي هتعود على الاقتصاد من الاستثمار في هذا المجال وعليا انا كمواطن عادي؟ خلينا نفهم اكتر من الاستاذ نادي نجيب سكرتير شعبه الذهب. اهلا بحضرتك، ولو تفسر لنا مساله الاستثمار في صناديق الذهب دي ازاي تاثر على الاقتصاد بالنفع. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بسيادتك. اما بالنسبه لصندوق الاستثمار في الذهب فهو ده مشروع معمول طبعا علشان المستثمرين الصغيرين اللي هم لسه مبتدئين ومعاهم مبالغ بسيطة يبتدوا يودعوها في هذا الصندوق على أساس أنه يبقى وسيلة ادخارية بالنسبة ليهم لغاية ما يكتمل معاهم مبلغ كويس، وبناء عليه يبتدوا يشتروا بيه ذهب. معلش يا استاذ نادي، مبلغ كويس يعني الحد الادنى كام للاستثمار في هذه الصناديق؟ يعني بتبتدي مثلا من 1000 2000 جنيه. يعني المبالغ اللي هم هيوضعوها بيوضعوها في الصندوق، وطبعا بياخدوا بيها ايصالات لحين ان لما يتجمع مبلغ يبقى مبلغ معقول، وهم اللي بيستثمروا عايز اشتري بالمبلغ اللي انا جمعته ده كميه من الذهب، بناء عليه بيبيعوا له الكميه دي وبيبتدي ياخدها ويستثمرها. ويفرق ايه المواطن انه هو يستثمر في الصناديق الخاصه بالاستثمار بالذهب عن انه يستثمر في صناديق يعني الاوعيه الادخاريه الطبيعيه اللي هو عارفها من زمان؟ هو دلوقتي في مجموعه يعني بتلجأ كتير للذهب كملاذ آمن وكأنه سلعة، الذهب سلعة دولية غير طبعا الاستثمار في الأوراق النقدية. فاللي بيستثمر في الأوراق النقدية مش هيلجأ لصندوق الذهب علشان يستثمر فيه، لأن هو مش عايز يستثمر في الذهب، هو بيستثمر في الأوراق النقدية، فده مش هيلجأ لصندوق الذهب. اللي هيلجأ لصندوق الذهب اللي هو بيفكر يستثمر في خام الذهب بس. ما انا قصدي بالسؤال اللي يخليني اروح لهذا الوعاء الادخاري عن غيره، مميزاته هو يعني. هو ده يعني للمدخر بالنسبه للذهب يعني حاجه بتشجعه على انه يستثمر في الذهب، ويبقى ليه اولويه في انه يشتري الكميه اللي هو عايزها لما يجمع الفلوس اللي هي هيشتري بيها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب، شكرا جزيلا على وجودك معانا.